بتعلق بالأنوثة؟ يعني البعض بيربطوا بالأنوثة، ايه في ناس بيربطوا بالأنوثة. يعني هلا الكوب اللي قال ما تعامل اولاد يعتبروا ناقصين؟ اكيد لا. الرجل اللي ما عنده ولد يعتبر ناقص؟ ثانك يو. لكن انا كست او المراه بالمطلق او الرجل بتلعب ادوار كبيره وكثيره بالحياه. طبعا اعظم دور بتلعبه المراه هي انه تكون ام، بس بنفس الوقت اذا ما كانت ام هي اخت، صح، هي مربيه، صح، هي صديقه، هي زوجه، وهذا في امومه، يعني اكثر من الامومه. بعدين اذا بدنا نحكي على الـ على الـ على الـ يعني على الانوثه يعني او على الناس اللي بيجيبوا اولاد، وانا بكره هالكلمه لانه دائما كنت اسمعها وبكرهها وبرفض اسمعها، انه لازم تجيبوا اولاد لاخرتكم. ليش مين شفتي ولد قاعد مع اهله لما كبروا؟ كم مره شفتي ناس اهل ماتوا بمأوى العجز لانه اولادهم تركوهم وسافروا؟ هيدا منه حكي منطقي، وهيدا موروث اجتماعي صراحة لازم يعني نحكي فيه كثير. الولد مش سند برأيك؟ منه سند.